البتول. قال الإمام الهادي عليه السلام: كما لا يوصف الجليل جل جلاله والرسول والخليل وولد البتول، فكذلك لا يوصف المؤمن المسلم لأمرنا، فنبينا أفضل الأنبياء وخليلنا أفضل الأخلاء ووصيه أكرم الأوصياء، اسمهما أفضل الأسماء وكنيتهما أفضل الكنى وأحلاها. لو لم يجالسنا إلا كفو لم يجالسنا أحد، ولو لم يزوجنا إلا كفو لم يزوجنا أحد. أشد الناس تواضعاً، أعظمهم حلماً، وأنداهم كفاً، وأمنعهم كنفاً. ورث عنهما أوصياؤهما علمهما.